الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق. كيجي عندو المريض ويقول الاسم الام الاسم الاب او لك يقول لي عطيني الصوره ديالك وكتف الباب بانه راقي شرعي. هذا ماشي راقي شرعي، هذا كيتحسب ساحر او دجال. الا بغينا نقولوا هذه المساله هذه حتى شي واحد ما غيصلي في المساجد لان الامام ديال المسجد كيتخلص. اش غنقولوا عليه؟ كيتخلص على كلام الله عز وجل. حتى هو انا كنقول لي الشيخ ابراهام يهودي ماسوني نقولوا له نقولوا وبغيت الا كان اصلا هو مسلم يحاجني به امام الله عز وجل. ماشي مشعوذ، هو انا مكفره ونتحمل المسؤوليه. الشيطان كيجيك فواحد الثوب ابيض، واحد الثوب ديال التقوى، ولكن باش غير الانسان غيبيع دينه على قبل الفلوس ما كنعتبروش انا راقي. هاد الناس هادو اللي مع الشيخ ابراهام كيستعنوا به، يعني ملي غنولي انا مخلي العلماء بزاف ديال العلماء كاينين وغنوض انا غنبدا نسول انا في الجنه.